كيف تقرأ تواصل التفاهمات التي حصلت الآن بين لبنان وإسرائيل؟ طبعا أول شيء شكرا على الاستضافة، ويجب القول بأن الموضوع فعلا اليوم أخذ منحى جديد من خلال القول بأن هناك تطور وصف بأنه تاريخي. يعني نحن لدينا تصريحين على من الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي يقول أن هناك تطور تاريخي، لكن نحن مررنا بتجارب في موضوع الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل، وهذا الموضوع ذهب بعيدا سواء في التفاؤل أو في التشاؤم، حتى بلغ ذروة تشاؤمه الأسبوع الماضي عندما أعلنت الحكومة الإسرائيلية برئاسة لبيد بأنها ترفض الملاحظات اللبنانية التي تم تسجيلها على الاقتراح الذي عده الوسيط الأمريكي أموس هوكشتاين في فترة سابقة من هذا الشهر. على ما يبدو اليوم القول بأن هناك إعادة تصويب لهذا الاقتراح الأمريكي، وبالتالي بما يلبي مطالب الطرفين. لكن دعيني أقول لك يعني زميلتي الكريمة، الأمر اليوم كأننا نتحدث في العموميات. العموميات يعني أثبتت في الماضي القريب والبعيد أنها لا تؤدي إلى نتيجة، خصوصا فيما يتعلق بقضايا عميقة الأهمية. نحن اليوم على عتبة إذا ذهبنا إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، هذا تطور فعلا تاريخي سيكون، لأننا على رغم كل ما يقال عن عداوات واستمرار العداء بين لبنان وإسرائيل، هذا الأمر موضوع التنقيب في البحر الفاصل، يعني في المنطقة الفاصلة ما بين لبنان وإسرائيل، هو يضعنا أمام مرحلة يعني سيسود فيها الاستقرار والأمن تمهيدا للذهاب في موضوع الاستخراج. هذا يقال عنه يعني اتفاق تجاري، فليكن كذلك، ولكن في نهاية المطاف عندما نتحدث عن ما يعني كلمة تطبيع، التطبيع هو في نهاية المطاف هو الطبيعة، أو يعني يأتي هذا الأمر من الطبيعة أن تكون أمور طبيعية، وهذا ما سيحصل عندما يحصل الاتفاق. يجب التمهل قبل إطلاق الأحكام، أنا في اعتقادي، وهذا طبعا نتيجة المتابعة في وسائل الإعلام في لبنان وفي إسرائيل على السواء، نكتشف أننا أمام 48 ساعة ستكون مهمة. في لبنان أعطى الموقف الجانب اللبناني هو ذاهب للقول بأنه يوافق على المقترح الجديد مع التعديلات التي طرأت عليه والذي أتى وبعثها الوسيط الأمريكي، لكن علينا الانتظار من الجانب الإسرائيلي على رغم التصريح الأولي يشيد بهذه المسودة. لكن الكل يعلم كم هي الأمور معقدة في إسرائيل، وخصوصا عشية الانتخابات. الأمر يعني هنا ليس مخفيا بأن يعني رئيس الحكومة الذي كان يسعى بكل ما أوتي من قوة وبدعم من الأمريكي المتحمس جدا لهذا الاتفاق، كان يسعى وبكل قوة حتى يوصل النور هذا الاتفاق، اتفاق الترسيم بين لبنان وإسرائيل. لكن عندما نشبت هذه المعركة الحامية بين المعارضة بزعامة نتنياهو، بدأنا نشعر أن هناك تغيير كبير حصل في إسرائيل. حتى اليوم صباح اليوم من يطالع صحف إسرائيلية، حتى لو كان هناك موافقة من الحكومة ستذهب إلى الكنيسة لأخذ الموافقة عليه، وسط نقاش في إسرائيل هل يجوز إبرام مثل هذه المعاهدات قبل الانتخابات. أنا أعتقد الأمر يجب التمهل على رغم غلبان منطقة الإيجابية، يجب الانتظار. يعني عملية الانتظار من الضروري أن تتم، وإلا كان لا نصاب بخيبة أمل كما حصل لنا في الأيام الماضية.